قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1/9/2022. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون.